من الإيكاو لتسييس الحج، الدبلوماسية القطرية تموت. انتكاسات متوالية تعرضت لها قطر منذ بدء المقاطعة الخليجية. إدارة الدوحة للأزمة أثبتت فشل الدبلوماسية القطرية. ملفات حاولت الدوحة كسبها لكن رجعت بعدها صفر اليدين. 1. شكوى الإيكاو لإدانة دول المقاطعة التي قوبلت بالرفض من المنظمة. 2. اتهام السعودية بتسييس الحج وتناسي إجراءات تسيير الرحلات على القطريين. 3. تسريب المطالب 13 لإحراج الكويت وإفشال كافة الحلول. 4. إعلان وزير خارجية قطر أن بلاده أقل الدول الداعمة للإرهاب. تصريح خالف الأعراف الدبلوماسية واعتبر إدانة مباشرة لبلاده. 5. الارتماء في حضن إيران وتمكين الأعداء لبث الفرقة بين الأشقاء.